طبعا هذا الهجوم هو رسالة خارجية، يعني ليست متعلقة بالتفاعل الداخلي العراقي الذي أتى بعد الانتخابات العراقية، يعني اعتراض قوى الإطار، وهذا موضوع يعني الاعتراض على نتائج الانتخابات وتعرض قوى الفصائل أو قوى السلاح السياسية إلى خسارة بالانتخابات. لا، هذا الموضوع خارجي مرتبط بنتائج مباحثات بين الأستاذ أحمد، الفشل الكبير الذي تعرضت له الجولة السابعة لم يحدث أي تفاوض في الجولة السابعة. أنا تابعت يعني وحللتها تقريبا لكل القنوات العربية. الإيرانيون ذهبوا بخيار واحد ورفع العقوبات، إدارة التفاوض اللي قادها باقر الكوني، هذا الرجل متشدد او من غلاة المتشددين، وكان قاد هو بفتره احمد النجاد ايضا ملف المباحثات النوويه، وفشل فشل ذريع يعني. ولذلك انا عبرت قلت يجب ان يتسلح المحافظون الذين ذهبوا الى فيينا بعقليه يعني الاصلاحيين، يعني فريق عراقي على سبيل المثال كان يأخذ ويعطي مع المنظومة الغربية في المباحثات، ولكن هذا الفريق لا يمتلك الخبرة ولا يمتلك المرونة أيضا في التفاوض. فلذلك الانعكاسات كانت خطيرة جدا لهذه الجولة، هي يعني إعلان إرسال بايدن إلى البنتاغون رسالة لوضع استراتيجية عسكرية لتوجيه ضربة إلى إيران محتملة، وهذا طبعا أقصى درجات التحدي التي وصلها بايدن، لأن بايدن يعني الكل كان يراهن على أن فترته ستكون فترة انفتاح وعودة للاتفاق النووي القديم لعام 2015، وهذا أيضا جعل إسرائيل تحاول أن تستغل حالة التعقيد التي حصلت في الجولة السابعة من فيينا للإجهاز على المفاوضات وإنهائها، لأن العودة إلى الملف النووي يعني هو تحدي لإسرائيل يعني. فهذه المعطيات تحولت الأجواء التفاوضية، الأجواء الاحتوائية إلى أجواء حربية، وكأننا عدنا أدراجنا إلى فترة نهاية حكم تراب إذا تتذكر أستاذ أحمد، حينما كان الكل يراهن على قضية يعني قصف ضربة جوية إلى إيران. فهنا جاء الرد الإيراني، الرد الإيراني جاء على مستويات، المستوى اللي المتعلق بزيادة التخصيصات للحرس الثوري وعلى حساب الجيش الإيراني، يعني الحرس الثوري بالنتيجة يمثل ككثافة عددية 10% من الجيش الإيراني، ولكن كقدرة كباجت يعني وميزانية فضعف الجيش الإيراني. تخيل يعني 90% الجيش الإيراني أكثر من الحرس الثوري، والحرس الثوري يخلوا له بالميزانية 22 مليار. سأتي إلى هذا التفصيل أستاذ أحمد.